بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. كما هو معلوم أن القرآن الكريم والإسلام يوليان اهتماما بالغا للعلم والفهم ولأدوات العلم والفهم، لأن كل تقدم وكل سعادة سواء دنيوية أم أخروية متوقفة على العلم وعلى الفهم. ولذا نشاهد أن أول آية نزلت أو الآيات الأوائل التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آيات تحث على العلم وعلى أدوات العلم وعلى القراءة وعلى الكتابة وما إلى ذلك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهناك سورة في القرآن الكريم تسمى بالقلم، وفي هذه السورة الله عز وجل يقسم بالقلم: نون والقلم وما يسطرون، يعني لا بالقلم فقط وإنما بما يكتب بالقلم. وحتى كتابنا السماوي يسمى القرآن، وكلمة القرآن مشتقة من القراءة، من قرأة. وهذا يدل على الأهمية القصوى التي يوليها الإسلام والقرآن إلى العلم والفهم وأدوات العلم والفهم. إذا الإنسان أراد أن يسعد في الآخرة مقدمته العلم. الله عز وجل في القرآن يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يعلمون. وإذا أراد التقدم الدنيوي أيضا يكون عبر العلم. من أدوات العلم الكتاب، ونحن كلامنا هذا اليوم حول هذا الموضوع، وأختصر الكلام حتى لا أخذ من وقتكم الكثير. الكتاب من أهم أدوات الفهم والوعي والثقافة. ولذا نشاهد المستبدين والحكومات الاستبدادية
دائما تحارب الكتاب. لماذا؟ لأن الاستبداد يحتاج إلى بيئة جاهلة. لا يمكن للاستبداد أن يستقر في بيئة الناس فيها يفهمون ويعلمون، مثل الجراثيم التي تحتاج إلى المياه الآسنة والأماكن القذرة. إذا كان الماء آسن فإن الجراثيم تنمو. إذا كانت هناك بيئة وسخة قذرة الجراثيم تنمو. فإذا تحول المكان إلى مكان نظيف لا تنمو الجراثيم. المستبدون إنما يتمكنون من الاستمرار في الحكم والاستمرار في استبدادهم إذا كانت بيئة جاهلة. أما إذا كان الناس يفهمون ويعلمون فلا يستقر حجر على حجر للمستبدين. ولذا عادة الحكومات الاستبدادية الدكتاتورية تحارب الكتاب. إذا تريد تطبع كتاب لازم تستجيز، والإجازة تمر بألف طريق وطريق، ويمنع دخول الكتاب ويمنع ما إلى ذلك من وسائل العلم والثقافة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون للناس أن يفهموا أن يعلموا، لأنهم يعلمون بأن فهم الناس يساوي زوالهم. ولذا نشاهد في طول التاريخ الحكومات المستبدة من أعمالها هو إتلاف الكتب. عندما السلاجقة سيطروا على بغداد وأزاحوا البويهيين الشيعة الذين كانوا هم السلطة الحقيقية، أول عمل عملوه هو إحراق الكتب الموجودة في مكتبات الشيعة. كان واحد من وزراء آل بويه أسس مكتبة تضم مئات الألوف من الكتب، وأكثر هذه الكتب كما ورد في كتاب النجاشي وهو من علمائنا الكبار الرجاليين، أكثر هذه الكتب كانت نسخ منحصرة بخط مؤلفيها. مئات الآلاف من الكتب بخط مؤلفيها. أول عمل عملوه أحرقوا هذه المكتبة، ثم عرجوا على مكتبة الشيخ الطوسي وأحرقوها. صلاح الدين الأيوبي الذي الإعلام صنع منه بطلا قوميا إسلاميا، وإذا واحد يقرأ تاريخه فيجد صدام آخر بل لعله أسوأ من صدام في أفعاله. هذا حينما سيطر على مصر الفاطمية، من أول الأعمال التي عملها أتلف الكتب التي كانت في الجامع الأزهر وفي المكتبات، بحيث أنه ورد في التاريخ أنه جمعوا هذه الكتب وألقوها في الصحراء. فجاءوا الذين يصنعون الأحذية وانتزعوا جلود هذه الكتب، لأن الكتب سابقا جلودها كانت من جلود الحيوانات، فنزعوا جلود هذه الكتب لصناعة الأحذية، وبقيت هذه الكتب كالتلال إلى أن بالمطر والشمس تلفت هذه الكتب. على كل حال، فالمقصود وقبل ذلك تأسيس في الإسلام حينما منعوا تدوين الحديث الشريف، والخليفة الأول أحرق 500 حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، كان هو جامعها، ومنع الآخرين من تدوين الحديث، وهذا المنع استمر إلى
حوالي 90 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله في زمان عمر بن عبد العزيز، حيث أذن بتدوين الحديث بالكيفية التي يريدونها. السبب في ذلك هو أن المستبد لا يمكنه البقاء إلا إذا كان الناس جاهلين. أيضا ورد في التاريخ أن عبد الملك ابن مروان هذا كان يقول لقواد جيشه: إذا ذهبتم بالجيش، يعني جيش الشام، إلى العراق بمقدار الضرورة ابقوا، قضيتوا على التمرد، قضيتوا على الثورة، قتلتم من تريدون، فورا رجع الجيش لكي لا يختلطوا بالناس فيفسدوا، لأنه يسمع أشياء ما سامعها، لأن في الشام كان تضليل إعلامي موجود ومستمر يعني أمور تافهة جدا وأكاذيب، فإذا الناس عرفوا الحقائق ينقلبوا على السلطة الأموية فيبقون في سياستهم التجهيلية ويبقى الناس جهلاء. يعني قضية بسيطة تكشف عمق هذا الجهل والتجهيل. فديوم معاوية صعد المنبر وقال للناس: أتعلمون من هو أبو لهب الذي ذمه القرآن الكريم في سورة كاملة في سورة المسد؟ قالوا: لا، من عرفه؟ قال: إنه عم أبي تراب، هذا عم علي بن أبي طالب. فالناس الجهلة لعنوا أبا لهب ولعنوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني بهذا المقدار من الجهل. لسه ما يقول هو عم الرسول صلى الله عليه وآله مثلا، ما يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. على كل حال نحن ينبغي علينا أن نهتم بهذا الجانب الكتاب. أولا ينبغي على كل واحد منا أن يؤسس مكتبة في بيته، لأن الإنسان إذا ما عنده مكتبة في بيته قد بعض الأحيان تجي فرص للمطالعة ما عنده كتاب حتى يطالع. فكل واحد منا عليه أن يؤسس مكتبة في بيته. لا يقول أنه أنا يمكن ما أستفيد من هذه المكتبة، أو بعض الناس لعلهم أميين يقول ما استفادتي من هذه الكتب. الجواب أنه عند أبناء، عند بنات، عند ضيوف وما إلى ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نعود أنفسنا وأبناءنا وأطفالنا على المطالعة، لأن الإنسان لكل امرئ من دهره ما تعود. الإنسان إذا عود نفسه على أي شيء يعتاد عليه ويسهل عليه. نجعل الكتاب من ضروريات حياتنا. فواحد لا يقول أنا فقير ما عندي فلوس كيف أهيئ هذه الكتب وهي كتب غالية. شايفين أنتم فقير من الفقراء ما يدفع فلوس الكهرباء، يقول ما عندي فلوس. ليش كل واحد حتى فقير من أفقر الناس يدفع فلوس الكهرباء؟ لماذا؟ لأنه الكهرباء ضرورة صار في الحياة، وكل واحد منا يشعر بأنه ضرورة، فلذا حتى إذا كان أفقر الفقراء يحاول أن يدفع فلوس الكهرباء حتى لا يقطعوا عليه. لا يقول أنا فقير ما عندي فلوس الأكل مثلا، فكيف أنه أذهب إلى دفع فاتورة الكهرباء؟ لا يقول هذا الكلام، لأنه يشعر بضرورة هذا الشيء. الكتاب يجب أن نحوله إلى هكذا، أنه يكون ضرورة من ضروريات حياتنا، ونعلم أطفالنا الصغار على القراءة. أكو في بعض الدول الطفل اللي يروح للمدرسة يدفعوا له مبلغ بسيط من المال لكي مثلا يشتري به بعض المأكولات. في بعض الدول معلمين أطفالهم أنه قسم من هذا المال يصرفه في شراء المطبوعات، مجلة، جريدة، نشرة، كتاب، كتيب، فصار شوي شوي من ضروريات حياتهم.
احنا هم علينا ان نحول الكتاب الى ضرورة من ضروريات حياتنا وحياة ابنائنا. اذا تحول الى ضرورة من ضروريات الحياة، فالانسان الذي يقرأ يزداد علما، يزداد معرفة، يزداد اطلاعا. حتى اذا كان اعلم العلماء، حينما يقرأ يزداد علما، وقل رب زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. فبناء على ذلك، هذه الحالة إذا تحولت إلى ضرورة من ضروريات حياتنا والتزمنا بهذا الأمر وعلمنا أبناءنا وبناتنا وبناتنا على ذلك، فالمستوى الثقافي راح يرتفع. الآن في كثير من الدول الإسلامية وبعض دول الخليج، حسب ما يقال من تقارير مكتوبة، أن مستوى الثقافي والمستوى العلمي نازل على رغم التقدم التكنولوجي. ليش؟ لأنه الناس كانوا سابقا يقرؤون أكثر، الآن صاروا يقرؤون أقل، لأن التلفزيون مثلا والفضائيات وما إلى ذلك استهوت الناس فقلت من مطالعتهم. والإنسان إذا قل مطالعته قل علمه، قل عمله. بعض الأحيان احنا نشوف بعض المتدينين يجون يسألون، احنا يجي يقول أنا ما كنت أدري هذه المسألة أو هذا الأمر من الواجبات، فسنوات تاركه هو متدين زين، ما كنت أدري أن هذا الشيء من المحرمات. نقول له أنه هذه المسائل موجودة حتى في الرسالة العملية. يقول خب ما طالع الرسالة العملية إلا بمقدار اللي أحتاج أروح أراجعها، وهذا عذره عند الله ليس بمقبول، لأنه أكو في الحديث الشريف يقال له في يوم القيامة لماذا تركت واجبا أو عملت محرما، يقول ما كنت أعلم، فيقال له هل لا تعلمت، ليش ما تعلمت، ويعاقب الجاهل مقصر كما يعاقب العالم التارك للأمر والفاعل للنهي. أما إذا الإنسان تعود على شيء، من شب على شيء شاب عليه. هل قد عندنا كتب في مختلف المجالات لا تقرأ؟ نسبة الكتب المطبوعة عندنا قليلة صايرة، نسبة التأليف قليل، لأنه الكتاب عندما لا يشترى المؤلف هم لا يشجع في الكتابة وما إلى ذلك. نرجع إلى أصل الموضوع، القرآن الكريم يؤكد على هذا الأمر، أنه اهتمام بالكتاب. حتى هذه الآية اللي تلوناها في أول الكلام، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني أوراق مطهرة. ما هو في هذه الأوراق؟ فيها كتب قيمة، يعني مكتوبات ومواضيع قيمة في هذه الكتب. فإذا عودنا أنفسنا، عودنا أبناءنا، جعلنا الكتاب من ضروريات الحياة، مستوى الثقافي راح يرتفع، المستوى الديني راح يرتفع، المستوى العلمي راح يرتفع. والكتاب في كثير من الأحيان تأثيره أكثر من السماع. يعني أنت تقرأ كتاب ونفس الشيء اللي مكتوب في هذا الكتاب تسمعه من خطيب، تأثير الكتاب يكون أكثر. لماذا؟ لأنه الخطابة الإنسان يسمعها بالأذن، هذا علميا ثابت، مو أنه كلام هكذا يقال. وخلايا الأذن بالملايين لكنها أقل من خلايا العين، فالشيء اللي الإنسان يقرأه أو يراه يبقى في ذهنه أكثر من الشيء الذي يسمعه. يمكن واحد تشوفه وتسأل عن اسمه، يقول أنا زيد من الناس، بعد سنة من السنوات، بعد سنة يقولون لك فلان، ما تتذكره. أما إذا رأيته تتذكره. لماذا؟ يعني أنت اللحظة الأولى اللي شفته وسمعت اسمه. لماذا الإنسان ينسى الاسم ويبقى الوجه والشكل في ذهنه؟ لأنه علميا هكذا يقولون، أن خلايا العين أكثر من خلايا السمع الأذن.
فيبقى في الذهن أكثر. الإنسان عندما يقرأ يبقى في ذهني أكثر مما إذا سمع بشكل متعارف. هذا قد يكون هناك حالات استثنائية. نحن علينا الاهتمام بهذا الأمر حتى المستوى الديني أيضا يرتفع بسبب القراءة. الالتزام الديني يرتفع بسبب القراءة. فعلى كل واحد من عندنا أن يؤسس مكتبة في بيته، وأن يغني هذه المكتبة بمختلف الكتب مختلف المستويات، ويعلم أبنائه وبناته الصغار والكبار منهم، ويعلم نفسه على ذلك، بحيث أنه إذا فد يوم من الأيام يعني وصلت توصل بالحالة إلى هذا المقدار، أنه إذا يوم من الأيام ما قرأ الكتاب يحس بانزعاج. بعض الناس مثلا متعودين على تلفزيون، إذا يوم من الأيام ما شاف تلفزيون يحس بنقص. أكو بعض الناس مثلا خاصة بعض الشباب متعلم على مثلا رؤية بعض المسابقات الرياضية، إذا يوم من الأيام ما شاف يحس بنقص. ليش؟ لأنه علم نفسه على ذلك أو تعلم ذلك. لازم الكتاب يوصل إلى هذه المرحلة. أنا شخصيا كنت في يوم من الأيام مسافر مع أحد أصدقائنا في سفر، كان ما كان متوفر عندنا كتب أو جريدة أو شيء من هالقبيل، فشفته منزعج. السفر شوي طول، قلت له ليش منزعج؟ قال على كل حال أنا متعود على القراءة كل يوم ولو كم صفحة، هاليوم ما قدرت أقرأ لأنه ما كان متوفر وكان ناسي أن يحمل معه كتابا. إذا وصلنا إلى هذه الحالة صار تعود ومواصلة واستمرار، على كل حال التزامنا الديني لأنه نعرف مسائل الدين أكثر، وكذلك دنيانا أيضا لأن نعرف مسائل الدنيا أكثر، يكون فيها سعادة أكثر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، وأن يرجعكم سالمين إلى سالمين، ولا تنسون من صالح الدعاء. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.